هنعمل النهارده شركسيه بالفراخ على الطريقه التقليديه، على طريقه حماتي. عندي صدور فراخ هنسلقها، عشان نسلقها محتاجين بصل وجزر وطماطم، الحاجات بتاعت السلق المعتاده، كرفس، زعتر، روزميري، كرات، حبهان، ورق لورا، مستكه، وفلفل حصى، وقرفة عيدان، دول للسلق. وهنحتاج طبعا الفراخ اللي هنسلقها، اذا كنتوا تسلقوا فراخ صحيحه وبعدين تخلوها من الجلد والعظم، او عايزين تسلقوا فراخ مخليه عشان تبقى اسهل وتقطعوها شاورما فتبقى اسهل واسهل. اوكي، فاول حاجه هعملها اني هسلق الفراخ. بقيه المقادير هتكون الشوربه اللي هنصفيها، هنسوي بيها الرز مع الملح مع الزيت، وهستأذنكم انا عندي سمنه هناك هاخد منها، بس هستأذنكم تجيبوا لي بقى سمنه زياده للوصفه اللي بعدها. سمنه بلدي، اهي انا اللي مش شايفاها، انا اسفه. سمنه بلدي وشوربه ورز مع مستكه وحبهان، ده لتسويه الرز. بعد كده لصوص الشركسيه عندنا الكريمه واللبن والعين جمل المجروش، التوست وشايلين الحروف بتاعته، وتوم وكزبره ناشفه وملح وفلفل، وللتقديم عندي شويه عين جمل صحاح. يبقى اول حاجه هعملها هحط هنا حاجه السلق، زعتر، روزميري، كرات وكرفس، بصل وجزر وطماطم، وكله صحيح يا حبايبي. بحط معاهم ايه؟ بحط معاهم فلفل حصى، بحط معاهم ملح، لورا، عيدان قرفه، دي حاجه السلق بتاعت اي حاجه بسلقها، حبهان، مستكه، هنزل عليهم الفراخ، وهنزل عليهم الميه السخنه. مين معانا؟ معلش. وهناخد شوربتها نصفيها. تمام كده؟ ماشيين معايا بالخطوات واحده واحده؟ اوكي. تاني حاجه عايزين نسوي الرز، فهناخد الرز المصري مغسول ومنقوع ومتصفي هنا. طبعا الملح هقلله عن الملح الطبيعي اللي هو معلقه لكل كوبايه، عشان انا عندي شوربه فيها اصلا ملح. دي مرقة الفراخ اللي احنا صفيناها، لكل كوباية كوباية شوربة، واحدة مستكة، واتنين حبهان، ملح اقل من الطبيعي علشان الشوربة اصلا مملحة، معلقة صغيرة سمنة لاني انا اصلا عندي شوربة فمش محتاجة كتير، ومعلقة صغيرة من الزيت عشان برضو انا عندي شوربة فمش محتاجة معالق كبيرة. خلطوة التقلية هحط هنا سمنة بلدي، معلقة كبيرة مليانة سمنة بلدي، هاخد عليها شوية عين جمل مبشورين قد معلقتين كبار، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الملح يا سلمى. هاخد عليه عين الجمل، ده باكت عيش توست، عليه ربع كيلو عين جمل، عليهم كيلو من اللبن الحليب، ونص لتر من الشوربة، وانقعهم هنا مع بعض، وانزل كده علشان انا عايزه الحاجه كلها تبقى منقوعه كويس جدا في السائل. وهنضربه ضربه، هعمل ده في الفاصل، هتطلعوا انتوا فاصل وترجعوا، مش هعمل اي حاجه غير اني هحط ده هنا كده وهضربه في الكبه. وانتوا في الفاصل ضربت الصوص وحطيته في على النار، بس ما صفيتوش، بضربه كويس قوي وما بصفيهوش. رفعته على النار دلوقتي اهو، وبعدين هقوم منزله عليه التقليه اللي احنا عملناها له. في المرحله دي قدامي حل من الاثنين، يا اما اسيب العين الجمل مع التقليه كده قطع جوه الصوص، يا اما اضربه تاني بالهاند بلندر. نص كوبايه كريمه من عندي، عايزينها اوكي مش عايزينها مفيش مشكله خالص.